التواصل مستمر وانطلاقة الشوط التاسع. نتابع وإياكم في هذه اللحظات اندفاعة هذا الشوط هنا مع انطلاقات هذا المساء في هذا المحلي السادس الموافق 1/1/2021 يوم الجمعة. في هذا اليوم نتابع وإياكم مع بداية هذه السنة الجديدة إن شاء الله أنها سنة خير على الجميع. نشاهد في هذه اللحظات هذه المقدمة وانطلاقة هذا الشوط ونتابع وإياكم في هذه اللحظات الجازي على المركز الأول وعلى المقدمة. نتابع الجازي على المركز الأول لهجن الشقب وأيضا بقيادة الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني من حصد النقاط في هذا المساء. نشاهد في هذه اللحظات يقدم لنا نجمة من النجوم من نجوم هجن الشقب في هذه اللحظات بينما النقلة على المركز الثاني رفيف الاندفاعات. رفيف هنا نتابعها في المركز الثاني نشاهدها منطلقة مع المركز الثاني وأيضا شعارها العين خالد متواجدين في هذا الشوط ومندفعين مع رفيف لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني وبتضمير متعب بن عبد الله بن راشد الفهيدان. هذا هو مضم رزويان. نشاهد في هذه اللحظات يقدم لنا رفيف من حطمت التوقيت في أحد المحليات الماضية. شاهدنا رفيف هي أيضا من تأتي على ثاني المراكز المركز الثالث. نتابع المركز الثالث في هذه اللحظات الوجبة على المركز الثالث لهجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران من يتابع الوجبة اللي على المركز الثالث. المركز الرابع نتابع الشعار الغرفاوي متواجد في هذه اللحظات مع خيال على المركز الرابع لهجن الغرافة وسالم بن عامر المدهوشي من يتابعها في هذه اللحظات. المركز الخامس تصلنا هنا ضجة لهجن الشحانية وأيضا من يتابع ويرافق هنا في هذه اللحظات نشاهد المشاغب محمد بن خالد العطية من يتابع ويرافقها في هذه اللحظات مع ضجة في هذا الأداء وهذا أيضا الاندفاع المسائي والعودة إلى صراع المقدمة إلى الجازي ورفيف. يا سلام يا الثنتين اللي من فرد انفراد تام مع مقدمة هذا الشوط مندفع الثنتين بهذا الأداء بهذا الانطلاق في مقدمة الشوط. نشاهد الجازي مع المركز الأول مع الصدارة مع شعار هجن الشقب وأيضا بأداء وانطلاق في هذه اللحظات. نتابع هذا الانطلاق مع المقدمة والصدارة. نشاهد هنا المضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني هنا في هذه اللحظات من يتابع من يرافق هنا الجازي في مقدمة الشوط وبهذا الأداء والانطلاق نتابع المركز الثاني. نتابع رفيف على المركز الثاني لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني وتضمير متعب بن عبد الله الفهيدان من يتابع رفيف اللي بالمركز الثاني. نتابع المركز الثالث ومن تصن الوجبة على المركز الثالث وتنطلق الوجبة مع الشعار الأدعم شعار هجن الشحانية منطلقة هنا في هذه اللحظات الوجبة ومع مضمرها الشبل جابر بن سالم بن فاران المري أحد الشباب المبدعين في عالم رياضة سباقات الهجن. نشاهد الشبل من قدم لنا الأسماء والعديدة من الأسماء مع هذا الشعار نتابعه وإن المتتالية هنا مع شعاره أيضا هنا شعار هجن الشحانية المركز الرابع. نتابع في هذه اللحظات الوصول مع خيال هجن الغرافة وأيضا المدهش سالم بن عامر المدهوشي من يرافق خيال بانطلاقها في هذا المركز الرابع مع شعار الغرفاوي مع أداء وتميز. بينما المركز الخامس شوفوا أن المشاغب هنا مع شعار هجن
لاجل الشحانيه، وضجه يا سلام يا سلام يا ضجه في هذه اللحظات تنطلق وتندفع بشكلها الممتاز وادائها الاميز مع الشعار الادعم، شعار هجن الشحانيه. يا سلام هنا ابو خالد من يتابعها من يرافقها، يا سلام بهذا الاندفاع بهذا الاداء بهذه الخبره الكافيه عند ابو خالد محمد ابو خالد العطيه من يرافقها بهذا الشعار الغني عن التعريف، شعار هجن الشحانيه. يا سلام يا سلام على هذا الاداء والانطلاق هنا مع ضجه مع خامس المراكز. نتابع نشاهد كل جديد في هذا الشوط مع هذه المراكز الخمس، المراكز المنفرده المنعزله تماما مع المراكز الاولى، ولكن نعود الى سيده الموقف مع انتصاف المسافه، انتصفت المسافه وسيده الموقف الجازي يا سلام يا الجازي مع هجن الشقب وبقياده الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. هنا من يتابع الجازي من يرافق الجازي من حقق النقاط في هذا الاندفاع هنا في هذه اللحظات مع اندفاع في هذا الاداء، وهنا ايضا السوبر هاتريك مع شعار هجن الشقب وبقيادة الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني ويبحث عن النقطة الخامسة. يا سلام يا هجن الشقب يا سلام يا سلام، الله على هذا الاداء والتميز دائما وابدا. ايضا شاهدنا رشيد وشاهدنا ايضا انجازات هجن الشقب والرموز الذي حصدوها. يا سلام يا سلام في مهرجان المؤسسة، ونتمنى لهم التوفيق. هنا الجازي في مقدمة الشوط تنطلق هنا بشعار هجن الشقب مع أقبالنا على بوابة العبور الثلاثة كيلومترات المتبقية من عمر هذا الشوط، وهنا الجازي مع المركز الأول رفيف على المركز الثاني. هنا أيضا رفيف لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني بتضمير متعب بن عبد الله الفهيدان المركز الثالث. شوفوا الوجبة وصلت الوجبة غيرت الوجبة إلى المركز الثاني، اندفعت الوجبة مع المركز الثاني لهجن الشحانية الشبل جابر بن سالم بن فاران من يتابعها من يرافقها. خيال على المركز الثالث في هذه اللحظات، ولكن ضجة يا سلام يا هجن الشحانية. بدأوا بالانطلاق هنا في هذه اللحظات بالاندفاع، خيال على المركز الثالث أيضا بانطلاق واندفاع ايضا هجن الغرافة وسالم بن عامر المدهوشي. يا سلام يا سلام، الله بدأنا في هذه اللحظات، بدأنا بالعد التدريجي ايضا هناك مع هذه الاسماء الخمس المنعزلة عن بقية المراكز. نشاهد نتابع المقدمة الجازي، المقدمة مع الجازي والجازي لهجن الشقب وبقيادة سعيد بن عبد الهادي الشهواني. المركز الثاني ضجة لهجن الشحانية مع المشاغب محمد بن خالد العطية. من يرافق ضجة من ينطلق مع ضجة من يندفع مع ضجة. يا سلام بهذا الأداء والانطلاق. نشاهد نتابع المركز الثالث، خيال لهجن الغرافة وبقيادة المدهش سالم بن عامر المدهوشي. المركز الرابع نتابع هناك الوجبة مع هجن الشحانية الشبل جابر بن سالم فران. رفيف هناك مع المركز الخامس، ولكن نعود إلى الجازي اللي ما طاعة تسلم. الجازي يا سلام تبي طريق أماتها. يا سلام في هذه اللحظات في هذا المساء بهذا الانطلاق الكيلوين المتبقية وروحت الجازي. يا سلام يا الجازي يا سلام يا السبوق يا سلام على هذا الأداء. ما شاء الله تبارك الله حافظ على المال الطيب، الطيب يزيدك أداء ويزيدك ناموس ويزيدك فوز ويزيدك ازدهار. ما شاء الله يا هجن الشقب، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء وهذا الفوز هنا في هذه اللحظات مع الجازي اللي أيضا بدأت تباعد شيئا فشيء. انطلاق أميز مع الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. يا أبو هادي مع هذا الأداء أشكرك يا أبو هادي على هذا التواصل
التضمير الرائع، اندفاع دفع تلقائي، دفع تلقائي مع الكيلو وخمسمية متر الأخير. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله يا مؤسسة هجن الشقب، ما شاء الله تبارك الله، أداء وتميز واندفاع، ما شاء الله على هذا الأداء والانطلاق. نشاهد هذا أيضا الهادي اللي حقق في هذا المساء مع شعار هجن الشقب أربع نقاط، والطريق يشق إلى النقطة الخامسة. يا سلام يا سلام، مع الحزام الأخضر نقول السلام يا سلام. هنا في هذه اللحظات المركز الثاني ضجع المركز الثاني، ولكن خيال خيال لهجن الغرافة، وأيضا أيضا هناك سالم بن عامر المدهوشي مع خيال. المركز الرابع ضجة، المركز الرابع وأيضا اللي وصلتنا يا سلام يا ضي ضي، مرحبا بضي وداها، مرحبا بضي اللي وصلت لهجن الشقب وبقيادة الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني مع ضي يصلنا في هذه اللحظات. هنا نتابع أيضا وصول الوجبة، تعود الوجبة مرة أخرى لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فهران المري. يا سلام الجازي مع المركز الأول، خيال على المركز الثاني، ضيع المركز الثالث، الجازي خيال ضي قادمه. الله يا الحزام الأخضر، الله يا خيال، الله يا هل الغرافة ما شاء الله على هذا الأداء والانطلاق. هنا خيال لهجن الغرافة وأيضا المضمر سالم بن عامر المدهوشي، ولكن ضي يا سلام يا ضي، بدأ الضي في هذه اللحظات بدأت تنطلق مع المركز الثاني. يا سلام التحدي الأخير، التنافس الشيق مع خيال وضي، ضي وخيال، خيال وضي، ضي وخيال. يا سلام الأمتار الأخيرة، المنصة الرئيسية ترحب بقدوم الفائز بالمركز الأول. يا سلام يا ضي 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 ضي، والنقطة الخامسة على التوالي، النقطة الخامسة مع هجن الشقب. سلام وتحية واحترام، سلام يا الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني، من حقق الخمس النقاط في هذا المساء، وضي لهجن الشقب. تهانينا والناموس، تهانينا على هذا الفوز، تهانينا على هذا الفوز. وساعة وصول ضي إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس لهجن الشقب، والنقطة الخامسة. تهانينا يا الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. المركز الثاني وصلت خيال لهجن الغرافة والمضمر سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث وصلت الوجبة لهجن الشحانية والشبل جابر بن سالم بن فهران. المركز الرابع وصلت الجازي لهجن الشقب وأيضا المضمر الهادي سعيد بن عبد الهادي الشهواني. المركز الخامس وصلت قرار لهجن المرقاب وبقيادة حمد بن علي بن حلفان المري. يا سلام مع هذا التحدي شاهدنا ضي اللي فاجأتنا في الأمتار الأخيرة وبدلت وغيرت إلى الفوز والناموس والنقطة الخامسة. تهانينا 12 دقيقة 44 ثانية 38 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الشقب وتهنية موصولة للهادي سعيد بن عبد الهادي شهواني. المركز الثاني وصلت خيال، قدمت عرض تشكر عليه. هنا ايضا توقيت الزمن 12 دقيقة 44 ثانية 76 جزء من الثانية. تهانينا لهجن الغرافة والتهنية موصولة ايضا للمدهن سالم بن عامر المدهوشي. المركز الثالث وصلت الوجبة، توقيتها 12 دقيقة 48 ثانية 84 جزء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والتهنية موصولة للشبل جابر بن سالم بن فران.